بداية عملي بمجال التجارة الإلكترونية كان على موقع إيباي. هذا الموقع الذي تعلمت منه الكثير وأدخلني على عالم مليء بالربح والتعرف على الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم. ولكنني لن أكتفي بذلك، كان لدي طموح للتوسع أكثر والتطور أكثر بمجال التجارة الإلكترونية. الشيء الجميل في مجال التجارة الإلكترونية أنه يمكنك بسهولة نسخ نجاحك في ساحة معينة مثل موقع إيباي لساحة أخرى. صحيح أنه سيكون بذل جهد أكثر، ولكن يمكنك مضاعفة الأرباح بنسب كبيرة. وبعد بحث مستمر عن ساحة أخرى للبيع بها، وجدت أن موقع أمازون هو الملائم. درست المجال للعمق واستثمرت الكثير من المال والوقت في تعلم الموقع من أكثر المستشارين والتجار نجاحاً في موقع الأمازون، واكتسبت خبرة البيع على موقع الأمازون بعدة طرق. وبدأت البيع على موقع أمازون قبل 4 سنوات، أي في سنة 2014. الشيء الإيجابي كان أنني لم أكن جديد بالمجال، لأنني عملت في المجال في موقع إيباي. صحيح أن طرق العمل في موقع أمازون تختلف تماماً عن موقع إيباي، ولكن المبادئ هي متشابهة. سجلت في موقع أمازون وبدأت شحن منتجاتي لمخازن الأمازون. في البداية شحنت كمية قليلة لأنني كنت غير واثق بالموقع أو لم تكن لي الثقة الكافية. على كل الأحوال استغرق وصول المنتجات 2 أسبوع لمخازن الأمازون. وبعد أيام من إعلان المنتجات في الموقع، أنا لن أنسى هذا اليوم، لقد شحنت 100 قطعة من منتجين. وخلال 3 أيام جميع 100 قطعة قد بيعت في الموقع. ففي هذه اللحظة تأكدت أن موقع أمازون هي المحطة الملائمة لي، وعلي بدء العمل بها بجدية. إحدى أكثر الأشياء التي أحببتها في العمل مع الموقع أمازون أنها تشحن المنتجات للزبائن نيابة عني. كل ما علي فعله هو إيجاد المنتج الملائم لبيعه، تسويقه كما يجب، وهذا هو باقي المهام أمازون تفعلها. من خلال عملي بمجال التجارة الإلكترونية نجحت في السفر لعدة دول بالعالم وممارسة هواياتي أو الأشياء التي كنت أتمنى أن أفعلها وقضاء الوقت مع أسرتي أكثر. هذا الفيديو أعلنته ليس لكي أتباهى في إنجازاتي، وإنما لكي أريكم أن كل شيء ممكن الحصول عليه من خلال المثابرة والطموح وتعلم أشياء جديدة. إياكم تفكير أن تعلم أشياء جديدة هو إنفاق معين لكم، وإنما هو استثمار لكم. إياكم البقاء كما أنتم، يجب أن يكون لديكم طموح للأكثر، خصوصا ونحن في عصر التطور والسرعة. أتمنى أنني نجحت في تحفيزكم ومساعدتكم. وإذا يوجد أي أسئلة عن مجال البيع على موقع أمازون، أرجو كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن. أتمنى لكم النجاح وسأراكم قريبا.